امنا ربي ليا ما كتبهاش امنا 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 قرعني خليها لك امام خلى فيها ويا ما تغبنهاش هذيك حبيبتي انا ربي ليا ما كتبها راني خلي بحالك امانة وطلع فيها ويا ما تغبنهاش هذيك حبيبتي انا ربي ليا ما كتبهاش اش باش نحكي لك يا صحيبي مش عارف ما لقيت كلام كل ما نقول الدنيا زهاد تطلعني من غير الوان العكس علي مربي كبده يظهر لي لازم عزام بشتاه بنحكي وحدي مشيت في الماء قصة عوام بنت الناس اشرف مشرف كانك على عبريت ومن امها هي اللي دخلت ديناتنا كلها بعاية وغرست سمها يا ستني باللي في جيبي بلعت السكينة بدمها فهم فعجبت الخالق حكاية ولازم نقبلها روح السد يا صحيبي بنت الناس راي امانة ربي هني ربي يصون حتى كاني في زنزانة قلبي تعبانة الشدة في المولى مولانا آخر الكلام نقوله لك راني خليتها مانا راني خليتها لك أمانا خلى فيها ويا ما تغبنهاش هذيك حبيبتي أنا ربي ليا ما كتبها راني خليتها لك أمانا خلى فيها ويا ما تغبنهاش هذيك حبيبتي أنا هي رفيقتي وعشيرتي هي الأمانة هي الروحي قلب حلفتك ما تغبن راي نشمة ضوايا هي حبيبتي أنا هذا يا المكتوب مكتوب أبو الشمايا ونوصيك هديك أمانة ونوصيك هي صوانا ونوصيك مرها ما كانت خوانا ونوصيك مرها ما كانت طمعانا كل واحد فينا في طريق وفات الحكاية اليوم وحداني في الضيقي قولوا لي من السايا ربي هنيك صح عليك اسمع مني الوصايا خليتها لك أمانة والجمرة كوايا راني خليتها لك أمانة وخلى فيها ويا ما تغبنهاش هذيك حبيبتي أنا ربي ليا ما كتبها راني خليت حالك أمانة وطلع فيها وياه